الثالثة عصرا في القاهرة، هذه نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة عاصمة الخبر. أهلا فيروز. أهلا بك ياسر، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تزايد حركة نازحين من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة جراء اتساع دائرة الاشتباكات في العاصمة السودانية. سوناك يعلن انتهاء عملية إجلاء دبلوماسيين بريطانيين وعائلاتهم من السودان، ويؤكد مساعي بلاده لوقف إطلاق النار في الخرطوم. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة مواصلة الدفع المشترك من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان. البداية مع تطورات الأوضاع في السودان. أكثر من 3 سودانيين يعيشون على سماح هذا الوطن. لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باتساع دائرة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى تزايد حركة النازحين من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة بسبب اشتداد حدة الاشتباكات. وأوضح مراسلنا أن ميليشيا الدعم السريع تواصل ممارسة العمليات الإرهابية وتنفيذ الجرائم الوحشية في العديد من المناطق بالخرطوم، تحسبا للاشتباكات الجارية بين الجيش والميليشيات، لافتا إلى وجود نقص كبير في حصة المواطنين من السلع الأساسية ونفاد المواد الغذائية في المراكز التجارية الكبرى، فضلا عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الأحياء السكنية. ينضم إلينا من الخرطوم محمد عثمان الرضي، الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد، بداية أرحب بك. يعني بالنظر إلى هذه الأوضاع القاسية الإنسانية التي تشهدها السودان، في رأيك هل تكون هذه هي ورقة الضغط لوقف إطلاق النار أو إرساء هدنة حقيقية؟ للأسف شديد تزايد الوقعات والمواجهات الحربية والقتالية داخل ولاية الخرطوم، مما تسبب ذلك في ارتفاع معدلات النازحين والفارين من داخل الحرب الخرطوم إلى العديد من الولايات المتاخمة والولايات الحدودية مع ولاية الخرطوم. ولعل ولاية الجزيرة هي أكثر الولايات قربا من ولاية الخرطوم، نزح إليها مئات من الأسر إلى ولاية الجزيرة، والنازحين يعكسون ويروون قصص مأساوية ويعانون من نقص في الخدمات العلاجية ونقص في الخدمات الأساسية. ولكن كان هناك أدوار بطولية للمواطنين في الجزيرة، هم وجهوا نداء عاجل لكل المواطنين القاطنين في هذه القرى المتاخمة لدى الخرطوم، وتم فتح الابواب والمنافذ على مصراعيه، وتم استضافه هؤلاء الفارين من نيران الحرب، وتم جمع مبالغ ماليه تطوعيه على شكل حملات انتظرت في كل المساجد والخلاوي من اجل جمع هذه الاموال والتبرعات لغرض توفير المواد الغذائيه لهؤلاء الفارين ولايات الحرب ولايات الخرطوم. قطعا الان الظروف الانسانيه ظروف حرجه جدا، وظروف تكون في تزايد مستمر. الان هنالك ارتفاع في معدلات المصابين، هنالك ارتفاع في معدلات الجرحى، هنالك ارتفاع في معدلات الوفيات.
إلى جانب صعوبة الوضع الإنساني سيد محمد، يعني كان معي منذ يعني في التغطية الماضية كان معي ضيفي السيد عثمان البندي من أم درمان، والذي تحدث عن أن ميليشيا الدعم السريع تتخذ من محطة المياه أحد يعني قواعدها أو يعني تبقى بها، ومن ناحية أخرى ميليشيا الدعم السريع لها هجمات على بعثات دبلوماسية، على بعثات إغاثية، على بعثات أممية، على أيضا تحتمي في الشوارع بالسكان وتأخذ منهم دروعا بشرية. ما الذي يحاول حميتي فعله؟ للأسف شديد كما أسلفت في حديثك عن قوات الدعم السريع ترابط في الأحياء المنقولة بالأحياء السكنية، وهي الآن مثلا سيد محمد هل لك أن تكرر الجملة؟ سيد محمد هل تسمعني؟ سيد محمد نعم أسمعك جيدا. سيد محمد أستميحك أن تعيد الإجابة فقط، لأن يبدو أن هناك خلل فني في الصوت، هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك جيدا، هناك خلل كبير جدا. نعم أرجوك تفضل بإعادة الإجابة. نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا في قطع الاتصالات وقطع خدمات الإنترنت. الآن سيد محمد، إذا كما ذكر ضيفي الكريم سيد محمد عثمان هناك مشاكل جمة فيما يخص الاتصالات في السودان في هذه الآونة. السيد محمد عثمان الرضي الكاتب والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الخرطوم. تتواصل الاشتباكات وضربات الجوية في العاصمة السودانية الخرطوم على الرغم من إعلان الجيش السوداني الموافقة على هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة العيد، بينما لا يزال سكان العاصمة غير قادرين على الوصول إلى الكهرباء أو إمدادات المياه، لا سيما أنهم يواجهون أيضا ندرة في الاحتياجات الغذائية الأساسية. على الرغم من استمرارها لليوم الثالث على التوالي، فإن هدنة العيد في السودان التي اتفق عليها من أجل السماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق آمنة وزيارة عائلاتهم خلال عيد الفطر قد اخترقت مجددا، حيث اندلعت اشتباكات متقطعة في العاصمة الخرطوم بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. الصراع الدائر لليوم التاسع قلب حياة السكان في الخرطوم الذين يبلغ عددهم 5 ملايين نسمة إلى رعب، حيث احتجزوا داخل منازلهم بينما جزف عدد منهم بالخروج للحصول على مواد غذائية على نحو عاجل أو للفرار من المدينة. الاشتباكات والضربات الجوية المتواصلة في الخرطوم عمقت الأزمة السودانية المتفاقمة أساسا منذ سنوات، فأصبح السكان غير قادرين على الوصول إلى إمدادات الكهرباء أو المياه، فيما واجهوا ندرة في الاحتياجات الغذائية الأساسية والأدوية، بعدما أجبرتهم الرصاصات المتطيرة في كل صوب على التزام منازلهم هربا من الموت. كان الجيش السوداني أعلن الجمعة موافقته على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دعت إليه قبل يوم واحد الأمم المتحدة ودول عربية ودولية عدة، إلا أن ميليشيا الدعم السريع فشلت حتى الآن في الالتزام الكلي والتام بوقف إطلاق النار، واستمرت في انتهاكاتها ضد قوات الجيش والمدنيين. قالت منظمة نت بلوكس في لندن المعنية برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم أن السودان يعاني انقطاعا شبه كامل لخدمة الإنترنت، وأضافت المنظمة أن بيانات الشبكة حاليا تظهر انهيار أشبه بكامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال حاليا 2% مقارنة بالمستويات العادية.
قالت نقابة أطباء السودان إن عدد ضحايا الاشتباكات الجارية لليوم الثامن على التوالي بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع ارتفع إلى 264 حالة وفاة بين المدنيين، إضافة إلى 1543 حالة إصابة. وأضافت النقابة في تقريرها الميداني اليومي أن الكثير من هذه الوفيات والإصابات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. أفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بأن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت عدة انتهاكات ضد بعثات دبلوماسية ليلة أمس واليوم، وأضاف أن الميليشيا اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار ما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء. أشار البيان إلى أن أحد الفرنسيين قد أصيب بعيار ناري من قناص، إضافة إلى الهجوم على مقر البعثة في بري. وأضاف أن الميليشيا اعتدت على موكب إجلاء أفراد السفارة القطرية المتجهة إلى بورت سودان، وقامت بنهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة. هذا وتعد مدينة بري من أقدم المدن السودانية وأعرقها، وتتميز بموقعها الاستراتيجي لقربها من أغلب المؤسسات الكبرى والمباني الحكومية. أعلن أسامة أبو بكر مسؤول الهلال الأحمر السوداني أعلن أن أعداد كبيرة من المستشفيات في الخرطوم خرجت عن الخدمة جراء الاشتباكات. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية قال أبو بكر إن المستشفيات التي تعمل ما زالت تواجه نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية، مشيرا إلى الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه ونقص في مولدات الطاقة. بالنسبة لعدد المستشفيات العاملة في الخرطوم بشكل عام سواء كانت قطاع عام أو خاص، 125 مستشفى في ولاية الخرطوم، دي إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية السودانية. يلا في أعداد كبيرة جدا من المستشفيات خرجت من الخدمة، وفي مستشفيات موجودة بتخدم الناس لكن الظروف فيها صعبة جدا 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 لنقص المعينات الطبية من أصغر حاجة حتى الأربطة بتاعت البروح فيها أزمات، انقطاع التيار الكهربائي والمياه المتكرر، وما في وقود لتزويد المولدات، نقص مريع جدا في الكادر البشري. يعني المستشفيات دي شغالة بأقل من الطاقة الاستيعابية أو طاقة الكادر في الظروف العادية. كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية سفير أحمد أبو زيد أن أحد أعضاء السفارة المصرية في السودان أصيب بطلق ناري. وقال السفير أبو زيد إن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز 10,000 مثل مصر تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، لا سيما في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة. وأضاف أن السفارة المصرية نجحت في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها. ودعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم.
رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية لقطات لمعبر أرقين البري على الحدود المصرية السودانية. هذا ويشهد المعبر استقبال الأفواج العائدة من الأراضي السودانية على مدار الساعة وسط تسهيلات السلطات المصرية لعبور العائدين. المزيد مع مراسلنا مصطفى عبد الفتاح. نعم، يعني هي عشرات الأمتار التي تفصلنا عن معبر أرقين البري الفاصل ما بين الحدود المصرية والحدود السودانية. هنا عبر هذا المعبر توفر الآن الدولة المصرية عديد من الخدمات، وذلك لتسهيل عودة المصريين العائدين من الأراضي السودانية وأيضا السودانيين وأيضا مختلف الجنسيات التي تعبر عبر هذا المعبر الذي تقدم من خلاله الدولة المصرية عديد من الخدمات. إذا ما تحدثنا عن الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية في هذا المعبر، فهناك تنسيق كامل ما بين الخارجية المصرية ومختلف الدول. هناك أكثر من 4 دول حتى الآن نسقت مع الخارجية المصرية لإجلاء رعاياها عبر هذا المعبر البري الذي الآن يشهد دخول أعداد كبيرة من الأفواج العائدة من الأراضي السودانية، وذلك في ظل استمرار الهدنة القائمة حتى الآن ما بين الأطراف السودانية. إذا ما تحدثنا عن هذه الخدمات والتي يأتي من ضمنها الهلال الأحمر المصري الذي يقدم خدمات طبية وخدمات إنسانية للعائدين من الأراضي السودانية، نشرف أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري. أستاذ لطفي، في البداية بنرحب بحضرتك ونتعرف من حضرتك على أهم الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم. الهلال الأحمر المصري هو جهاز مساند للدولة في أوقات الأزمات والكوارث، والهلال الأحمر بدأ متابعته من لحظة بدء الأزمة مباشرة من خلال مركز العمليات، واتبع من خلاله الوضع ومتابعة الجالية المصرية واستقبال البلاغات اللي بيطلبها العائدين أو اللي طالبين إن هم يرجعوا من أبنائنا في الجالية المصرية. طبعا احنا بنقدم خدمات، ودي مش أول مرة نقدم خدمات على المعابر الحدودية، ولكن نظرا لخبرة الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات على هذه المعابر، تم تجهيز فريق. الفريق ده مجهز بمجموعة من الخدمات. أول حاجة الخدمات الإغاثية، وده بيقدم فيها الخدمات اللي بتقدم للعائدين من حقائب النظافة الشخصية والوجبات الجافة اللي بيحتاجوها أثناء الوصول. ثم بنوفر لهم بعد كده الجزء الثاني اللي هو الخدمات بتاعة النقل، وده في حال عودتهم ووجود مشاكل عندهم في حالات العودة بننقل الأفراد أو المواطنين من المعبر إلى أقرب نقاط وصول أو محطات قطار أو محطات أوتوبيس. يليها بعد كده الجزء الخاص بعمل أو شغل مجموعة الدعم النفسي، وده بيعمل على التواصل مع العائدين والبحث في مشاكلهم ولو هم محتاجين أي نوع من أنواع المساعدة. مش كده بس، احنا بنقدم خدمات كمان على مستوى أكبر شوية، وده بينفرد بيه الهلال الأحمر المصري، اللي هي خدمات إعادة الرابط الأسرية، وده بيقدم للشقين. الشق الأول من المصريين اللي بيحب يتواصل مع أهله عشان يطمنهم بمجرد الوصول، وده جزء احنا بنقدمه، ومع الأجانب كمان أو الجاليات الغير مصرية اللي بيحتاج إنه يطمن أهله إن هو عبر فعلا الحدود وإن هو في أمان، وان دي وسيله تواصل بتاكد ان هو الراجل فعلا وصل بسلام الى ارض مصر. استاذ لطفي، يعني لو تحدثنا مع حضرتك عن التنسيق ما بين الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر السوداني، هل هناك اي دعم يقدمه الهلال الاحمر المصري للاشقاء في السودان؟ الهلال الاحمر المصري بدايه من بدايه الازمه بيتم ده على مراحل، وده بيبقى تنسيق من خلال القطاعات الرئيسيه بتاعتنا اللي هي الاتحاد الدولي لجمعيه الهلال والصليب الاحمر او اللجنه الدوليه حسب وسيله التواصل تكون موجوده، واحنا متواصلنا مع الهلال الاحمر السوداني مبدئيا لتقديم الخدمات لابنائنا المصريين، ان هو يتم استقبالهم ويتم توجيههم وتوفير لهم الخدمات الطبيه العاجله اللي هم محتاجينها لحين نقلهم او لحين وصولهم الى مصر. طبعا بيبقى في خط دعم ما بيننا وما بين اي هلال او صليب احمر في احتياج في حال وجود ازمه، ودي مش اول مره احنا بنقدم للسودان خلال فتره بالتنسيق معاهم لاحتياجاتهم. على المساعدات ابتدت من اول 2020 في السيول او الفيضانات الخاصه بنهر النيل، تم تقديم مساعدات وتم ارسال فريق انقاذ فعلي كان موجود مع الهلال الاحمر السوداني. فطبعا ده بيبقى طبقا للاحتياج. احنا فاتحين المجال او فاتحين الاتصال دلوقتي جاري تحديد الاحتياجات الخاصه بالهلال الاحمر السوداني في حال احتاج دعم بشكل اكبر، سواء كانت مساعدات اغاثيه للسودانيين نفسهم. هل ممكن التدخل يكون داخل الاراضي السودانيه؟
سبق وحصل يا فندم في 2020 و2021 تدخلنا كفريق إنقاذ، وتدخلنا بأصناف إغاثية كانت في احتياج، وده بيتم بالتنسيق طبعا من خلال شبكة الإغاثة الدولية اللي هي بتربط كل الهلال والصليب الأحمر ببعضه، فقدمنا فيها المساعدات المطلوبة، وده بيتم بحثه دلوقتي مع الهلال الأحمر. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. إذن استمرار لتوافد العائدين من الأراضي السودانية، معبر أرقين البري يعمل الآن في اتجاه واحد وهو اتجاه العائد من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية، هذا في ظل وفود عشرات من الحافلات، حافلات ركاب النقل التي تأتي إلى هذا المعبر ليلا ونهارا في ظل استمرار العمل لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، وهناك متابعة كاملة تقوم بها الدولة المصرية مع تقديم كافة الخدمات لتسهيل عودة المصريين والسودانيين ومختلف الجنسيات التي تقوم بالمرور عبر هذا المعبر. إذا ما تحدثنا عن الجاليات المصرية التي أتت حتى الآن إلى هذا المعبر، فهناك بعض من الطلبة المصريين، وإن كنا قد عرفنا أنه عدد كبير من الطلبة المصريين المتواجدون داخل الأراضي السودانية كانوا يقومون بقضاء شهر رمضان داخل الأراضي المصرية، لذلك هناك أعداد ليست بالكثيرة من الطلبة المصريين داخل الأراضي السودانية، هذا أيضا بالإضافة إلى وصول عدد من الموظفين والمصريين المقيمين داخل الأراضي السودانية الآن يقوموا بالعبور من معبر أرقين المصري الحدودي ما بين الأراضي السودانية والأراضي المصرية، هذا أيضا بالإضافة إلى التنسيق التي تقوم به الخارجية المصرية لعودة مختلف الجنسيات، هناك أكثر من 4 دول كما ذكرت تقوم الآن بالتنسيق مع الخارجية المصرية لعودة وإجلاء رعاياها عبر هذا المعبر الحدودي الفاصل ما بين مصر والسودان. في نبأ عاجل ورد إلينا للتو، أفاد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية أن الدولة المصرية تتابع جهود عملية إجلاء المصريين من السودان، كما أفاد المصدر أن خلية أزمة تم تشكيلها من أجهزة الدولة المعنية تضم وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لمتابعة الموقف، كما أوضح المصدر أنه يجرى التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. نبقى في الموضوع، ينضم إلينا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم دكتور. سأبدأ مع حضرتك مع التطورات الحاصلة الآن على الأرض في السودان، هناك على ما يبدو حركة إجلاء كبيرة من معظم الدول الأوروبية لرعاياها في السودان، لو تقرأ حضرتك هذه الحركة ما الذي يعني؟ هل ذلك يعني أن هناك تصورا ما لدى هذه الدول لطبيعة تطورات الأحداث في خلال الأيام القادمة؟ نعم، يعني ربما يكون لدى هذه الدول قراءة يعني متشائمة فيما يتعلق بسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة أو الساعات المقبلة، لكن في رأيي ليس هذا بالضرورة، يعني يجب أن نأخذ في الاعتبار أن قضية الأجانب أو قضية يعني وجود يعني رعاية لدول داخل دولة تعاني من أزمات هي قضية شديدة الحساسية بالنسبة للرأي العام، سقوط ضحايا أو سقوط هؤلاء بين ضحايا بسبب هذه الأزمة أو في سياق هذه المواجهات يعني يخلق ضغوط كبيرة على حكومات الدول المختلفة، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك يعني تحرك مسبق من جانب هذه الدول لإجلاء رعاياها خوفا من تعرض أحد هذه الرعايا أو لأزمات أو تعرضهم ل يعني عمليات لإطلاق نار في سياق المواجهات الجارية. فهذه الإجراءات من جانب الدول هي إجراءات برأيي جزء منها يرجع إلى يعني التحوط من السيناريوهات المحتملة، وليس بالضرورة بسبب وجود سيناريوهات متشائمة تتعلق ب يعني صعوبة أو يعني تدهور الوضع الأمني. بالإضافة إلى ذلك هناك استغلال بالهدنة التي يعني تم الاتفاق عليها رغم أنها ليست هدنة بشكل كامل أو بشكل حصري، لكن بالتأكيد هذا يوفر فرصة لإجلاء الرعاية. فالنقطة المهمة أنه أن هذه الإجراءات من جانب مختلف الدول ليست بالضرورة مرتبطة أو قد لا تعني بالضرورة أن هناك يعني تطورات يعني أو أن الموقف في اتجاه إلى مزيد من التدهور، بقدر ما يجب أن نفهم أيضا هذه الإجراءات
في سياق حساسية يعني الرعاية الأجانب وفي سياق حساسية هذه القضايا وهذا النوع من القضايا بالنسبة للرأي العام. طيب دكتور، لعلك استمعت إلى هذا النبأ العاجل الذي كان معنا منذ قليل. المصدر مصري صرح للقاهرة الإخبارية بأن خلية عمل الآن تدير الأزمة من داخل مصر تضم عدد كبير من الوزارات في الداخل المصري. من أي زاوية تنظر إلى هذا التطور دكتور؟ يعني هذا التطور في رأيي مسألة طبيعية ومسألة متوقعة. الوضع في السودان يحتاج إلى استعداد كامل على مدار الساعة خوفا من حدوث أي سيناريوهات. بالإضافة إلى ذلك يعني الجهود المصرية في هذا الإطار هي جزء من جهود دولية، كما أشرت قبل ذلك هذه هناك حركة دولية لإجلاء الرعاية الموجودين في السودان، وبالتالي مصر هنا هي جزء من هذا الحراك الدولي أو هذه الجهود الدولية. ومصر هنا لا تقتصر فقط على تقديم الدعم أو إجلاء المواطنين المصريين أو الطلاب المصريين الذين موجودين في السودان، لكن هي تقدم أيضا هذا الدعم لأي دولة تريد يعني إجلاء رعاياها، لأنه في هذه الحالة قد لا تتوفر يعني خطوط طيران لإجلاء هؤلاء المواطنين، وبالتالي دول الجوار هنا تصبح مهمة بسبب الحدود البرية المباشرة أو بسبب يعني قصر المسافات الجوية أو يعني بين البلدين. فالقاهرة هنا انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية وعلاقاتها بجهود الأغاثة والدعم الإنساني بشكل عام على المستوى الدولي، هي تقدم أيضا هذه الخدمة للدول التي تريد يعني تسهيل إجلاء رعاياها من السودان في هذا التوقيت. طيب دكتور فرحات، الواضح الآن أنه المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل عام بتنصب جهودها حول كما أشرنا منذ قليل حضرتك وأنا إلى فكرة إجلاء الرعاية، لكن ألا تعتقد أنه ما زال فكرة بلورة تعامل ما مع الأزمة لم تتكون حتى اللحظة لدى الغرب ولدى المجتمع الدولي؟ نعم هذا صحيح، هذا استنتاج دقيق وتوصيف دقيق لحالة المجتمع الدولي في تعامله مع القضية أو الأزمة القائمة الآن في السودان. لا يوجد تصور محدد وهناك تأخر في الموقف الدولي، وبرأيي الموقف الدولي هنا لا يجب أو لا يعني بالضرورة أن يكون هناك يعني تدخل عسكري أو غيره. هذه المسألة يعني ليس هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي في هذا التوقيت، لكن المهم هو مسألتين في رأيي، أو كان يجب المجتمع الدولي أن يقوم بدورين مهمين. الدور الأول هو الإعلان عن موقف واضح لطبيعة انطلاقا من طبيعة الأزمة القائمة في السودان. الأزمة هي تتعلق ب يعني وجود حالة تمرد من جانب ميليشيا الدعم السريع، والجيش السوداني اضطر إلى التعامل مع هذا التمرد. فبالتالي انطلاقا من طبيعة هذه الأزمة كان يجب على المجتمع الدولي أن يكون هناك موقف محدد انطلاقا من طبيعة الأزمة. هذا الموقف للأسف غير موجود، أو على الأقل هو غير واضح، هناك حالة من الغموض فيما يتعلق بطبيعة هذه الأزمة من جانب المجتمع الدولي، وأقصد المؤسسات المنظمات الأممية بالإضافة إلى مواقف القوى الكبرى. هذا مستوى غائب بالتأكيد. المستوى الثاني هو المستوى الإنساني. كان يجب أن يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية فيما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني لضحايا هذه المواجهات، وهذا دور يعني موجود في السياسات الدولية، كان واضح في بعض الأزمات، لكن في بعض الأزمات يعني ظل غائبا بشكل كبير. كان واضحا على سبيل المثال في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قدمت مساعدات إنسانية ضخمة لتداعيات هذه الحرب في الجانب الأوكراني، لكن مازال هذا الدور غائب في حالات أخرى ومنها حالة السودان. شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وفي خبر آخر، كاميرا القاهرة الإخبارية رصدت أيضا انضمام عدد من الشباب المصري إلى فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم مساعدات للعائدين من المصريين أو اللاجئين من السودان جراء الاشتباكات الراهنة. وقال أحد المتطوعين إنهم مدربون على تقديم الخدمات الطبية والنفسية للعائدين عبر المعبر. احنا بنستجيب لأي إغاثة وطوارئ،
في الحالات اللي زي كده احنا بنستقبل المصريين والغير المصريين اللي جايين، بنأهلهم بخدمات دعم نفسي، بنأهلهم بخدمات طبية، بنحاول نوفر لهم مساعدات ان هم لو جايين نحاول نوصلهم لأهلهم، نحاول نوصلهم للمكان اللي هيعرفوا يركبوا منه، بنحاول ندلهم ازاي يحافظوا نفسيا، ازاي يقدروا يتعايشوا الفترة اللي هتيجي عليهم. احنا هنا وظيفتنا ان احنا نساعد الناس اللي جايين، طبعا سواء طلاب سابوا جامعاتهم او حياتهم، او سواء اهالي واسر، او سواء ناس شغالين سابوا شغلهم وحياتهم كلها وجعوا. وظيفتنا ان احنا نساعدهم، نحاول نقدم لهم بعض الحاجات البسيطة من الدعم النفسي، ان احنا نقدر نسندهم شوية، نقدر ندي لهم بعض الحاجات البسيطة زي مية، بسكوت، زي حاجات بسيطة يقدروا ان هم تساعدهم على الطريق. بالاضافة طبعا الهيجين كيت اللي هو نقدر ان احنا ندي لهم ادوات نظافة او حاجات زي كده بتساعدهم ان هم يقدروا ان هم يتحسنوا شوية. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية بدء عملية إجلاء سريع لمواطنيها وطاقمها الدبلوماسي من السودان، ولفتت الخارجية إلى أن العملية ستشمل مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من دول شريكة حليفة. يأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم. قال وزير الخارجية الهولندي فوبكا هوكسترا، قال إن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان. هذا وأوضح هوكسترا أن عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان تشارك خلالها هولندا مع فريق من الأردن، وأضاف أن الفريق الهولندي سيبذل كل ما في وسعه لإخراج الرعايا الهولنديين من السودان سالمين في أسرع وقت ممكن. أعلنت وزارة الهجرة المصرية أن عملية إجلاء المصريين من السودان تتم وفقا لخطة تراعي سلامتهم وحسب أماكن وجودهم. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي أنها تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان وفقا لخطة تطرح التحرك بأقصى درجات الحيطة والحذر. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المصرية تقوم بالتنسيق في هذا مع السلطات السودانية من أجل تنفيذ خطة الإجلاء وضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين. وناشدت الوزيرة أبناء مصر الموجودين بمدينة الخرطوم الابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات والانفلات الأمني والتزام مناطق سكنهم. أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك أعلن أنه تم إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان. قال سوناك أن عملية الإجلاء كانت معقدة ولكن تمت بشكل سريع. هذا وأكد سوناك أنه يسعى بكل الوسائل لوقف الاشتباكات في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقيين هناك. وأحث رئيس الوزراء البريطاني الأطراف في السودان تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار حماية للمدنيين والبعثات الدبلوماسية. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده تعمل على مدار الساعة للتوسط في دعم دولي يرمي إلى إنهاء الاشتباكات في السودان. وقال كليفرلي إن عملية إجلاء موظفي السفارة البريطانية من الخرطوم جاءت بسبب التهديدات المتصاعدة ضد الدبلوماسيين الأجانب. أضاف وزير الخارجية البريطاني أن استمرار الاشتباكات في السودان يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية. أعلنت كندا تعليق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتا في السودان. هذا وقالت الحكومة الكندية أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج السودان. وذكرت الحكومة الكندية أنه في الوقت الذي يجري فيه تعليق الأنشطة في الخرطوم سيستمر تقديم خدمات قنصلية محدودة.
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأوروبا، وشدد بوريل على ضرورة مواصلة الدفع بشكل جماعي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان. استبعدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقوم واشنطن بعملية إجلاء جديدة للمواطنين الأمريكيين في الأيام المقبلة، هذا وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مالي في، قالت إنها لا تتوقع تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير. جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إجلاء 70 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية بالخرطوم. وسط ضباب كثيف يقيم على سماء عدة أنحاء بالخرطوم ومدن سودانية أخرى إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، يبحث جميع من قادتهم ظروف عملهم إلى السودان عن طوق نجاة يبحر بهم بعيدا عن نيران المدفعية والقتال. وفي هذا الإطار تتواصل جهود مختلف الدول لإجلاء موظفيها ورعاياها من السودان، ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن المشهد، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ عملية إجلاء لموظفي السفارة الأمريكية البالغ عددهم 70 شخصا بالخرطوم وتعليق عمل السفارة هناك. ومع دخول الاشتباكات في السودان أسبوعها الثاني، استبعدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في إجراء عملية إجلاء أخرى للمواطنين الأمريكيين في الأيام المقبلة، معتبرة أنه لا أفق يشير إلى تغيير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير. اتصالات وتحركات مكثفة على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني تقودها عدة دول في اتجاهات متوازية لحماية رعاياها ومواطنيها وإيجاد أرضية مشتركة تجمع الأطراف السودانية نحو اتجاه وقف دائم لإطلاق النار والتمسك بمبدأ أنه لا بديل عن الحوار. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من لندن عبر سكايب خالد العيسر الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية سيد خالد، إذن أوروبيا على ما يبدو أن الخطة واضحة المعالم، عملية إجلاء الرعاية تسير بشكل قوي، ما هي الزاوية التي يمكن أن تقرأ منها هذه التطورات سيد خالد؟ تحية لك ولمشاهديكم الكرام. الزاوية التي أقرأ منها هذه التطورات هي أن عملية إجلاء الرعاية دائما هي عادة تتم في البلدان المتوترة والتي في تلك التي فيها حروب، وبالتأكيد هذه خطوة في تقديري تصب في ذات الاتجاه أن هذه الدول الغربية تريد أن تسحب رعاية. ولكن الخصوصية في هذا المشهد السوداني مع لحظة يعني التدافع حول سحب الرعاية الأوروبيين من السودان يدعو للتأمل حول المواقف الأوروبية حيال الأزمة السودانية طوال الأربعة أعوام الماضية. هي كانت تصطف إلى جانب فئة صغيرة داخل المشهد السياسي السوداني وتريد أن تدفع باتجاه توفيق أوضاع السياسيين ممثلين في قلة من الرموز في شراكة شائهة مع مكون وزراء عسكري يمثل قوات الدعم السريع، وهذا أمر مرفوض. يعني الرسالة هنا للشعب السوداني وللأوروبيين معا، والأهم من ذلك كل الشعب السوداني أن يتذكر كل الفترة التي سبقت والدور الأوروبي السلبي الذي لعبته هذه الدول سواء كان الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية في المشهد السوداني، وهي أوصلت السودان إلى هذا الناتج الذي يعيش الشعب السوداني اليوم. هل تعتقد سيد خالد أن ذلك كان عن قصد أو دون قصد؟ بالتأكيد عن قصد، لأن هي رادت تصطف حول فئة وتدعم فئة قليلة الشارع السوداني يرفضها. لنا هنا أن نستصحب فكرة المبادرة الكريمة التي رعتها جمهورية مصر العربية، وهي كانت مبادرة يمكن أن تحل الأزمة السودانية من جذورها، وإلا أن الغرب رعى دفع بالاتفاقية التي ترعاها اللجنة الرباعية وأيضا تلك التي ترعاها اللجنة الثلاثية، ولكن حتى في الثلاثية التي هي مدفوعة بإرادة دولية ممثلة في قرار مجلس الأمن الذي يعني جاء بالبعثة الأممية
بالاضافه الى دول الايجاد والاتحاد الافريقي، هذه الثلاثيه ايضا اصطدمت بعقبه التمترس من قبل المبعوث الاممي في تحديد خيارات مجموعه محدده فيما اسماه اطراف الاتفاق الايطالي. اطراف الاتفاق الايطالي، انا لا ادري ان كنت تسمعني ام لم تسمعني. لا انا معك واسمعك بوضوح، تفضل. الخطأ الكبير أيضا هنا أنهم حددوا أطراف لما اسمه أطراف الاتفاق الإيطالي، واختاروا فيه أعضاء من أحزاب صغيرة ليست لديها وجود في الشارع السوداني، وفي المقابل الكتلة الديمقراطية التي تفضلت مصر بالترتيب للغاء في مصر وتخرجت بتوصيات كان يمكن أن تحل الأزمة نهائيا، ضربوا بها عرض الحائط وفتحوا المجال واسعا لتلك المجموعة الصغيرة، وهذا ينم عن مخطط كبير مستهدف منه السودان أولا ومصر ثانيا، لأن وجود قوات الدعم السريع في مروي لا يمكن أن تغرى كحدث عابر، هي فكرة للسيطرة على مطار في موقع استراتيجي على مرمى حجر من الحدود المصرية، وهذا خطر كبير على البعد الاستراتيجي. وهناك تحالفات مشبوهة لقوات الدعم السريع في المنطقة لديها استثمارات في دول في المنطقة تعود إلى هذا التفكير، وأنا شخصيا لدي رؤية حول العلاقات السودانية المصرية، ولكن الموقف المصري الأخير أكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر هي الحاضنة الأساسية والتي يجب أن تصعد العلاقات معها في المستقبل، وكذلك الحال مع السودان. في تقدير أن الغرب لا يريد استقرار لمنطقة وادي النيل، يريد أن يحرك أزرع في المنطقة لهز الأمن والاستقرار، ولكن بكل تأكيد أنا على صغة أن الشعب السوداني وجيشه الوطني قادر على أن يحسم هذه المعركة مهما طالت، لأنها معركة مصير ومعركة تتطلب وقفة كبيرة يعني. طيب بالعودة إلى فكرة دعم مكونات سياسية محددة داخل وأحزاب معينة داخل المكون السياسي في السودان، إلى ماذا كان يهدف الغرب في هذا الأمر برأيك سيد خالد؟ إذا تابعت مسيرة التغيير منذ 11 أبريل 2019 إلى يومنا هذا، وبالتحديد الفترة التي عقبت تشكيل الحكومة الانتقالية وتوقيع الوثيقة الدستورية، جاءوا بمجموعات، نحن نعيش في الغرب ونعلمهم لأننا كنا نعمل معا إبان فترة الثورة في التغيير ونعلم تفاصيلهم، وجميعنا يعني دفعنا باتجاه التغيير في السودان، لكن ما أن سقط النظام اختاروا مجموعات من بين القوى المعارضة ويعني نفخوا فيها بحملات إعلامية للتلميع وأوصلوا للحكم في السودان، فجاءت بقوانين وقواعد لا تمت للعلاقات السودانية عفوا للتنشئة السودانية بصلة، ضربت المنظومة المجتمعية بقيم دخيلة على المجتمع، أزالوا اللوحات المساجد وأزالوا أدخلوا عادات دخيلة على المجتمع السوداني وجرموا مصر كسبيل المثال، هناك حملات مرتبة أرادت أن تضرب العلاقة السودانية المصرية بحملات إلكترونية مدفوعة القيمة في دول إقليمية حتى وليس فقط الأوروبيين، هناك دول عربية تورطت في هذا الأمر، وهذا الأمر كان واضح أن هناك مخطط غربي لعزل السودان من حاضنته العربية وامتداداته العربية، ومحاولة يعني إدخال يعني عناصر لا علاقة لها بالمجتمع السوداني ولا بالتركيبة السكانية، وهذا أمر خطير. في وقتها كان كل من يتحدث عن هذا الأمر يصنف بإما أنه هو فلول من النظام القديم أو مؤلفة غلوبهم أو كوز، عبارة شهيرة للمنتسبين لهذا التيار الإسلامي، بين هذا الأمر غير صحيح، ليس كل الذين تحدثوا عن ضرورة قيام علاقات استراتيجية وحماية الأمن القومي لا علاقة لهم، بالعكس كانوا أيقونات معارضة الإسلاميين في السودان وأيقونات معارضة الرئيس البشير إبان فترة حكمه، وبالتالي كان المخطط الغربي واضح جدا، ونحن عشنا في الغرب ونعلم من جاءت به المعارضة، من جاءوا به إلى لندن عبر في لندن، هنا أنا كنت مقيم وكنت من أكبر المعارضين لنظام الإنقاذ، بل كنت الهب الذي تلتقي عنده المعارضة في كثير من اجتماعاتها السرية والعلانية، كنت أعلم أن هناك دول جاءت ببعض المعارضين إلى بريطانيا، وبالتالي أنا أتحدث معك من واقع معرفة دقيقة جدا بتفاصيل الأمور، هذا الذي تجلت مظاهره الآن في معركة عسكرية بين الجيش والدعم السريع هو جبل جليد، بدأ في مراحل باكرة وتطور إلى وصل إلى أن وصل إلى هذا الحد. نعم. بكل أسف. أشكرك شكرا جزيلا من لندن خالد العيسر الكاتب والباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا.
في نبأ عاجل ورد الآن، أعلنت وزارة الخارجية المصرية بدء إجراءات إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان بالتنسيق مع السلطات السودانية. وأكدت وزارة الخارجية استمرار القنصلية المصرية في الخرطوم وبورت سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورت سودان ووادي حلفة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان. هذا وأفاد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية أن الدولة المصرية تتابع جهود عملية إجلاء المصريين من السودان. كما أفاد المصدر أن خلية أزمة تم تشكيلها من أجهزة الدولة المعنية تضم وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لمتابعة الموقف. كما أوضح المصدر أنه يجرى التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. وتتعاون مصر مع عدد من الدول الأجنبية لإجلاء رعاياها من السودان، حيث أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه تم إجلاء 19 إيطاليا من بورت سودان إلى مصر بالتنسيق مع السلطات المصرية. وقالت الخارجية الإيطالية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت أنه تم تأمين 19 إيطاليا في رحلة بحرية في مياه بورت سودان، ووصلوا الآن إلى الغردقة بالتنسيق مع مصر. كما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس إن بلاده تقوم بالتنسيق مع مصر لإجلاء المواطنين اليونانيين والقبارصة من السودان في الوقت المناسب. كانت الخارجية اليونانية أكدت أن هناك ما يقرب من 150 يونانيا من بين 1000 مواطن أوروبي في السودان. ومع استمرار أعمال العنف في السودان، تتواصل عمليات الإجلاء التي تقوم بها العديد من الدول لرعاياها. يأتي ذلك وسط حذر شديد ودعوات متواصلة لتجنب مناطق الاشتباكات. تتولى القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم مهام العمليات العسكرية الأمريكية في أفريقيا. هذا كما تعمل على تدعيم العلاقات العسكرية الأمريكية مع أكثر من 40 دولة أفريقية.
ميليشيا الدعم السريع تهاجم قواعد تابعة للجيش السوداني وتطلق النار في أنحاء متفرقة من البلاد. الجيش السوداني ينفي سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مطار مروي وقاعدته العسكرية. الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر رئاسة ميليشيا الدعم السريع بالقرب من القيادة العامة. القوات المسلحة السودانية أعلنت السيطرة على أكبر قاعدة لميليشيا الدعم السريع في كرري. الجيش السوداني يشن ضربات جوية على معسكر لميليشيا الدعم السريع بالقرب من العاصمة. مجلس الأمن الدولي يعلن جلسة طارئة الاثنين لبحث التطورات في السودان، ودعا طرفي الصراع إلى وقف القتال والعودة للحوار. الجيش السوداني يؤكد السيطرة على جميع مقراته وينفي استيلاء ميليشيا الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري. الأمين العام لجماعة الدول العربية يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء السودان السابق حمدوك سبل وقف المواجهات. الجيش السوداني استسلام عدد كبير من عناصر ميليشيا الدعم السريع. الجيش السوداني يعلن السيطرة على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع في بورت سودان وكسلا والقضارف. ميليشيا الدعم السريع توافق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة. احتدام الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع لليوم الخامس في الخرطوم. الجيش السوداني يجدد الدعوة لعناصر ميليشيا الدعم السريع من أجل تسليم أنفسهم. الجيش السوداني يؤكد خرق ميليشيا الدعم السريع للهدنة. انتهاء أزمة احتجاز الجنود المصريين في مطار مروي. الجيش يعلن السيطرة على قاعدة الشيفرليت بالحدود الشمالية الغربية. تعرض 9 مستشفيات للقصف و19 مستشفى للإخلاء القصري. الله أكبر، الله أكبر. الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من أول أيام العيد. ميليشيا الدعم السريع تقتحم مخزن أدوية ومستلزمات طبية يتبع الهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية بحري. القوات المسلحة السودانية تعلن استعادة السيطرة على مقر القيادة العامة. رئيس مجلس السيادة السوداني يوافق على تسهيل تأمين إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية من البلاد. القوات المسلحة السودانية تعلن إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورت سودان ومنها جوا إلى المملكة. اندلاع حريق كبير في مطار العاصمة السودانية الخرطوم. الجيش الأمريكي يقوم بعملية إجلاء للموظفين الأمريكيين بالسفارة الأمريكية في الخرطوم. الخارجية الفرنسية تعلن بدء عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان. الجيش السوداني يقول إن ميليشيا الدعم السريع اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار، مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء. أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجلاء 14 من مواطنيها من الخرطوم إلى منطقة بور سودان. ووجه وزير الخارجية العراقي بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان. ودعا الجالية السودانية في الخرطوم إلى التسجيل الفوري للعودة إلى العراق. انتهت النشرة، يتبقى فقط التذكير بأبرز العناوين. تزايد حركة النازحين من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة جراء اتساع دائرة الاشتباكات في العاصمة السودانية.
سوناك يعلن انتهاء عملية إجلاء دبلوماسيين بريطانيين وعائلاتهم من السودان، ويؤكد مساعي بلاده لوقف إطلاق النار في الخرطوم. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة مواصلة الدفع المشترك من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان. ودوما مشاهدين، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، كما أيضا بإمكانكم متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي. هذا كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي، ومن خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. أشكركم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه الساعة الإخبارية، زميلي ياسر رشدي وأنا فيروز مكي. شكرا لكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر.